انا ما تنحملش انا خشي قفطان يكون فيه شي كول عجيب غير يكون باطو ولا لا خصو يكون كول عادي كول عادي القفطان، ولكن نقدروا نلعبوا في اللوينات في الديزاين في لاكوب مثلا. نعم. واكره ما نعم. عندي رغم انني لبسته واحد المره الله يسمح لك الله يسمح لي وكان كان زوين ولكن ما كنتش مرتاحه فيه. نعم. هو القفطان غوب. نعم. اللي كيحدد تفاصيل الجسم. نعم. القفطان هو هو الفخامه والهمه والاناقه ويعني ماشي ضروري اننا نحدد به معالم هو اتساع اتساع هو اتساع معالم الجسد. بصح كثر على القفطان اللي لبستي في موازين افكتيفمون ما حسيتش راسي ما لابسه قفطان، حسيت راسي لابسه غوب ما شاده غوب ما شاده قفطان. هو كان زوين بزاف ولكن كانت اطلاله رائعه، كان زوين بزاف ولكن لو عاودتي ديك السهره ما تلبسش ديك القفطان هذاك. غادي نقول المصمم اللي كان طبعا مصمم رائع جدا نوسعوه شويه مثلا او كذا، كان الراري وبيه الراري وبيه نربطو كما كان، ولكن من تماك ما بقتش عاودتها.